السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة أكشباد، جينا نصور شقة 3 غرف وصالة بمساحة 135 متر مربع. وصلنا الدور الثاني، بالأصح الدور الثالث بالأسانسير الدور الثاني. أول ما ندخل الشقة عندنا هنا المدخل، يميننا عندنا المطبخ. لو تلاحظوا الدواليب راكبة وجاهزة، صح انه البناية عمرها تقريبا 9 سنوات الى 10، وبجوار الصالة عندنا، جوار المطبخ عندنا الصالة، مساحة الصالة كبيرة وجيدة ولها بلكونة. البلكونة هذه اطلالتها على البحر زي ما احنا شايفين، هذه إطلالة البحر. وعندنا هنا مسجد وراء البناية هذه. في المجمع فيه خدمات كثيرة، منها ألعاب أطفال، مواقف للسيارات، سوبر ماركت على مدخل المجمع. مجمع كبير فيه عدد بنايات كثيرة ما شاء الله تبارك الله. المجمع في منطقة أكشبات. يسار البناية اللي احنا فيها في مطعم معروف، اللي هو مطعم أكبنار السياحي المعروف. إطلالة المطعم على بحيرة سرقل. نكمل مع بعض تصوير باقي الشقة. هذه الصالة زي ما قلنا لكم. نطلع من الصالة نجي هنا على اليمين، دورة المياه الرئيسية وانتم كرامة. ويجي هنا على اليسار الغرفة الأولى. بجوار الغرفة الأولى هذه الغرفة الثانية. مقابل الغرفة الثانية الحمام الرئيسي الكبير التابعة للشقة، بمروش وكلوزت ومغسلة. أخيرا نجي هنا على غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية، إطلالتها على المجمع من الخلف. موجود أيضا من ضمن الخدمات الجلسات العائلية والمواقف العامة للسيارات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.